الله الرحمن الرحيم. يروى أنه بيوم من الأيام بيطلب الإمام علي عليه السلام من السيدة الزهراء عليها السلام شيء يأكله، فبقلها يا فاطمة عندك شيء تغذينيه؟ فقالت لا، والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح اليوم عندي شيء أغذيكهم، يعني ما عندنا أكل، وما كان عندي شيء منذ يومين إلا شيء كنت أوثرك به على نفسي وعلى ابني هذين حسن وحسين. يعني كانت صابرة من يومين على الجوع أو على الشيء القليل من الطعام بلا ما تخبره. فقالها الإمام علي يا فاطمة ألا كنت أعلمتني فأبغيكم شيئا؟ يعني كأنه عم يعاتبها لأن ما طلبت منه ما خبرته. فقالت وخلينا ندقق بجواب السيدة الزهراء ما أعظمه، يا أبا الحسن إني لأستحيي من إلهي أن تكلف نفسك ما لا تقدر عليه. كم نحن بحاجة له الروحي العالي بالتعاطي بين الزوج وزوجته. فصحيح أنه الزوج واجب عليه يأمن المأكل والمشرب والملبس وغيره من الحاجيات الطبيعية للزوجة، ولكن أحيان قد يمر الرجل بظروف مادية قاسية، فبيجي دور الزوجة المؤمنة أنه تخفف عنه وتحاول تصبر على قساوة العيش وما تحاول تحمل زوجها فوق طاقته. لعل الله تعالى بيجزيها بهالصبر فرج كبير بالدنيا وبالآخرة. فالله تعالى وعد وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وخير الكلام ما قل ودل. سلام عليكم وإلى اللقاء.